موسى ما تعال تعال تفضل تفضل فوت منا هلا السلام عليكم هلا والله شلونك ابويا شلونك عيني طال عمرك قل لي طلبك رايد منك 50 مخزن رصاص روسي واربع رشاشات اريدهن جدد بشحنهن موجود بس انت عليك حساب جبته اياك موسى بعدين راح ادفع لك الحساب دفعه واحده زين شوف انا عندي رشاشه امريكيه مهزينه جديده بدينها تنأكل يفيدك هيجي يفيدني بس بيش رايدها هي شويه غاليه ما يخالف حتى لو غاليه اريدها حلو فاشر تنتظرني بتقاطع شارع المغرب الساعه 8 ماشي انا بعد صلاه العشاء راح تلقاني انتظرك هناك كل شوك بس ما تتاخر علي موسى لا 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 اوكي يلا ابويا اسلم عليك الله في مال لا حلو. الله وياك ابو سلطان الله وياك ابويا Thank you.
هاموس خير حبيبي شبيك؟ أخذني للبيت راح أموت من البرد. برد؟ يا ستار يا ربي يا معود يا برد حرارتك مرتفعة صايرة مثل النار. لا ماكو بيت تاخذك للطبيب. للبيت دا أقول لك هسا بيت بيت بس خل الروح يا معود تشوف الصاير بحالك. قسومي حبيبي هتعزل المحل وتاخذ المفتاح وياك زين؟ زين يلا امشي 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 تعبان كلش انا احس مريض انا كلش مريض غطيني بردان تعبان ماما ما بي شيء بس هو خطيه شويه تعبان هاي شنو جنطة مال موسى شكو بيها يما الله يخليك اسرار تخص موسى اني انضم علي اسرار يا شفيك يا تعبان احس نفسي حموس حاسس نفسي ماما يا حبيبي شبيك شبيك ماما روح لك فتوى تعبان مسخن عيني مسخن منال منال اريدك تضمين هاي الجنطه عندك وما اريد اي واحد من هذا البيت يعرف الموضوع حزين خير اعرف هاي الجنطه المين وشكو بيها وش بيها لا تسالين هاي الجنطه بيها اسرار تخص موسى ومثل ما قلت لك ما اريد اي مخلوق يعرف بموضوعها منال اذا خنتينا وفتنتي علينا صدقيني بعد ما احكي وياك طول العمر زين غير افتي بشكو بالجنطه هسه شكو بدك تسالين ايش قلتي ماشي جيب يلا روح لك فدوى ماماتي روح لك فدوى كارم اي حمود روح لك فدوى روح لك فدوى ماماتي روح لك فدوى عمو كريم لا تخاف طمن موسى ما بي شيء لا تخاف عليه كل شيء ما بي ابو سطام ابو سطام شو بدك تجي ابو سطام ما ادري هذا ابو سطام مريض اني تعبان كلش تعبان سامي نعم بابا شنو الموضوع شبي موسى ومنو هذا ابو سطام هذا فد واحد تاجر كلش كبير تاجر مال التلفزيونات يشتغل بالكراده مش وقت ولدي كذبون مش وقت مع الأسف أي مريض يا أبو سطام أمي يا أبو سطام ما هتقوم أنت تعبان ما تقول ليش بيك ماماتي تعبان برد وبحر كل شيء شبيك ماما روح لك فدوى ليش قمت من فراشك ماما يام انا عندي شغل ضروري لازم اكمله تعال وياي تعال ارتاح يام الله يخليك دا اقول لك عندي شغل اكمل وراجع للبيت موسى انت صدق بدك تشتغل بتجاره التلفزيونات ايه احنا ما مصدقين هذا الكلام يام تصدقون ما تصدقون انا مالي علاقه انا هسه طالع